السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب النهارده جايين مع بعض في فيديو جديد، هو زي نعمل تصميم سوشيال ميديا للمنتج بتاعنا وليكن مأكولات كمثال، بيكون بطريقه كويسه جدا وما ياخدش مننا اي وقت خالص يا شباب، وفي نفس الوقت معانا المنتج بالشكل ده بي ان جي اهو يا شباب، ومعانا ملف الاسيست. ملف الاسيست ده هسيبه لكم في الديسكريبشن، هتنزله على طول من اللينك دايركت، هتلاقي فيه كل حاجه موجوده هنا اهو، كل المسميات بتاعتها وبالترتيب بتاعها يا شباب، هتنزلها على طول هتقدر تستخدمها بدون اي مشكله في التصميم ده وفي اي تصميم تاني عندك يعني يا شباب. رقم واحد هنفتح الاسيست بالشكل ده كده، ولو يبقى بالنسبه لك انت الملف، وهتيجي هنا هتلاقي فيه لاير واحد واللي هي يعتبر الباك جراوند، هنفتحها هتلاقي معانا الشكل اللي احنا شايفينه ده، لو شلنا دي يظهر معانا الشكل ده يا شباب. طيب تمام، وبعدين هتلاقي حاجه هنا شباب اسمها بلور ديزاين يا شباب، هنفعلها هتلاقي معانا الشكل ده، لو خفينا ده كده كمثال اهو الشكل ده، هنا المنتج بتاعنا يظهر معانا الشكل ده برضه. بعد كده هتلاقي في حاجه اسمها اليمنتس بالشكل ده، هتفعلها هتلاقي معاك الشكل اللي انت شايفه في التصميم ده يا شباب. كنترول حرف التي، وتقدر تتحكم فيها زي ما انت عايز، هي حجمها كبير في الاول زي ما انتم شايفين كده، تقدروا تتحكموا في المساحه بتاعتها بالطريقه اللي انتم عايزينها. تمام يا شباب، بعد كده يا شباب معانا هنا المنتس، لو فعلناه هيظهر معانا الشكلين دول كده عكس بعض، انا هسيبه لكم برده في الملف زي ما قلت لكم في الديسكريبشن بالشكل ده. حابين تعرض الالوان بتاعتهم كليكين بالشكل ده من هنا كده، وهتختار الكالر بالشكل ده، ممكن تختار اي لون مختلف لو انت حابب تعمل حاجه زي كده. تمام يا شباب، ده رقم واحد. بعد كده يا شباب هنيجي هنا وهنكتب الجمله اللي احنا هنكون عايزينها او اللي احنا هنكون مستهدفين بيها الزبون بتاعنا في الشكل ده هنا كده، وبعد ما نكتب الجمله دي يا شباب هنبقى نكمل باقي التصميم بالشكل ده يا شباب. وليكن انا اكتب الجملتين دول، او لو هم عندك كلمتين او ثلاث جمل او ثلاث كلمات في العموم، وهناخدهم مع بعض هما الاثنين. كنترول حرف جي اللي في الكيبورد، هتلاقي معاك الجروب بالشكل ده، لو جينا حذفنا او جينا شلناه او فعلناه يظهر معانا الشكل ده، نتحكم في الاثنين مع بعض. تمام يا شباب، كنترول حرف الايه نظبطها في النص لو انت مش ظابطها في النص. بعد كده تيجي هنا وتكتب تكست ميد وليكن، ميد تكست وليكن يا شباب بالشكل ده. بعد كده يا شباب هنفتح الجروب بتاعنا ده، هنيجي هنا اهو على وليكن اول جمله احنا كاتبينها بالشكل ده، من الكالر برده ممكن نختار وليكن اي لون وليكن يا شباب بالشكل ده. بعد كده هنقفل الجروب بتاعنا، كنترول حرف التي، هتلاقي هنا حرف البي يا شباب، من الاداه دي ممكن نخليها ناقص 7 وليكن بالشكل ده، يظهر معانا الشكل اللي احنا شايفينه ده. كنترول حرف التي نكبر شويه، يظهر معانا الشكل ده يا شباب. طيب تمام، وبعدين هنفتح الاسيست تاني يا شباب بالشكل ده، وهننزل تحت هتلاقي في حاجه اسمها هنا هيرت يا شباب، تلاقي في هنا لوب يا شباب، ممكن تفعلها برضه هسيبها لكم في الديسكريبشن، وليكن بالشكل ده، ممكن تسحب انت اي واحد فيهم، انا بسيب لك الاربعه برضه مع بعض، وتخليه في اي مكان انت هتكون حابه يا شباب. تمام، طب وبعدين ممكن يا شباب لو احنا جينا وليكن القلب ده كمثال يا شباب، ممكن نخليه فوق المنتج، لو احنا جينا بالشكل ده كده يبقى معانا الشكل ده يا شباب، ده لو احنا يعني عايزين نعمل حاجه زي كده او نكبر مساحته او نصغره بالشكل ده. تمام يا شباب، بعد كده يا شباب ممكن نحط منصات السوشيال ميديا بتاعتنا بالشكل اللي هيكون مريحك اللي هو كده كمثال، وهنا هنحط يا شباب الخصومات، ايا كانت الخصومات اللي معانا هنحطها في المكان ده هنا كده بس كده يا شباب. ممكن بقى نعمل احنا لاير جديده كده بالشكل ده تحت الكلام اللي احنا كاتبينه، ونيجي من هنا كده من البرش لو احنا معانا اي المنتس ممكن نحطها، او لو احنا عايزين نرسم احنا بنفسينا ممكن نرسم بدون اي مشكله بالشكل ده كمثال، لو احنا عايزين نعمل حاجه زي كده يا شباب كمثال يا شباب بالشكل ده، لو انت حابب تعمل حاجه زي كده ممكن تضغط كليكين على اللاير نفسه، تيجي من هنا من الكلر تغير اللون بتاعه بالشكل ده، ممكن تخليه لونه احمر او ايا كان اللون اللي انت هتكون مستلطفه في التصميم بتاعك، ممكن تخليه برده باللون الاصفر، ممكن تغمقه شويه بالشكل ده على حسب ما انت ما هتكون حابب. طيب وبعدين يا شباب هنيجي بقى هنا كده المكان ده كده يا شباب، وهنعمل مستطيل بالشكل ده وليكن يعني، وهنكتب هنا وليكن اوردر ناو بالشكل ده، وهنغير الخط بتاعه وليكن يا شباب بالشكل ده، وهنيجي من هنا كده على المستطيل نخفي اللون الابيض، ونيجي من هنا كده يا شباب نخلي اي لون تاني وليكن احنا كمثال ممكن نخليه باللون ده، ونخلي دي نعملها 10 بالشكل ده، يظهر معانا الشكل ده يا شباب. ناخد الاثنين مع بعض وليكن كنترول حرف الايه نظبطهم بالشكل ده، كنترول حرف التي ننزل بيهم في المكان ده هنا كده ونصغرهم شويه، او ممكن تخليهم هنا كده يا شباب على حسب ما تكون انت حابب. وهنيجي من هنا كده وممكن نغير اللون، لو احنا لقينا اللون فاتح قوي ممكن نخليه لون غامق بالشكل ده، او ممكن نخلي اللون نفسه بالكامل بالشكل ده يا شباب، ممكن نغيره برده ونخليه باللون ده وليكن يعني، يظهر معانا الشكل ده يا شباب. ممكن نشيل من هنا اللون اللي احنا عاملينه، هيظهر معاك الشكل ده بدون اي مشاكل يا شباب. من هنا كده ممكن نخلي دي 5 كمثال، هيظهر على ان هو زر في الصوره انت تضغط عليه، طبعا انت بتحط منصات السوشيال ميديا بتاعتك، وهنخلي الاثنين مع بعض في الجروب اللي احنا عاملينهم دول. كنترول حرف الجي نكتب هنا اوردر ناو بالشكل ده وليكن، وهنيجي هنا يا شباب بعد كده من الكلر يا شباب، وهنعمل ايديت معانا اللون الاحمر اهو لو احنا عايزين نتحكم فيه بزياده، صغر كده شويه عشان نبقى شايفين اكتر.
وليكن يا شباب بالشكل ده، تلاقي الايديت معانا ظهر الالوان اكتر بالشكل ده يا شباب. بعد كده يا شباب هنحط اللوجو بتاعنا هنا كده بالشكل ده، ونحط هنا الخصومات بتاعتنا كالعاده زي ما اتعودنا في باقي الفيديوهات بالشكل هنا كده يا شباب. والفيديو اللي فات برضو انا عامل لك ازاي تكتب الخصومات بشكل محترف وفي نفس الوقت يكون شكلها لطيف جدا ومعاك الاليمنتس بتاعتها الخاصه بيها هي. بعد كده يا شباب هنيجي هنا اهو بالشكل ده، المنتج معانا اهو، هننزل بقى تحت المنتج وهنعمل لاير تاني جديده، وهنيجي من هنا كده وهنختار البراش او الفرشه اللي هي من غير حده يا شباب بالشكل ده، اللون الاسود، نضغط كليك واحد، بعد كده نضغط على الماوس، بعد كده يا شباب نكبرها كده بالشكل ده، نسحبها بالشيفت بالشكل ده يا شباب، ممكن بالكنترول نظبطها بالشكل ده كده بالماوس، واحنا ضاغطين على الكنترول بالشكل ده يا شباب وليكن، ومن هنا الكثافة بتاعتها بدل ما هي كده وليكن هنخليها غامقة شوية بالشكل ده، كمثال يا شباب. عايز انت تعمل ايديت على المنتج نفسه هكذا، هتيجي على المنتج من هنا وهتيجي على الايديت ده او من على الهاي ستوريشن يا شباب بالشكل ده، وتقل الالوان بعد شوية بخاطر الديزاين يبقى باين كله بالكامل بالشكل ده. لو جينا شلناها تلاقي معاك بالشكل ده، لو بعدنا من هنا كده بصينا على البيت تلاقي الالوان ظهرت معاك اكتر. هتحط هنا يا شباب اللوجو بتاعك بدون اي مشاكل يا شباب، والخصومات زي ما قلت لك في المكان ده هنا كده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد، سيب تعليق قول لي فيه رايك، وقول لي برضو لو انت محتاج تصميم لحاجه معينه او لمنتج معين او بطريقه معينه او مونتاج لفيديو معين يا شباب. ولو استفدت من المحتوى يا ريت تشاركه علشان خاطر غيرك يستفاد منه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.